تفضل. انت مش مجبورة تضغطي على حالك هالقد. ماما خلينا نتشارك هيدي القصة مع بعض. صعب علي كتير ضل مخبية على فارس. وعد فكري تتدخلي مرة تانية. عم تفهمي؟ اوعى. مش صعب عليك انك انت تحملي لي سري قد ما هو صعب علي. بعد مش انا اللي عطيتك سري. انت اخذتي مني غصبا عني. وانت اللي قررتي بعلاقتي مع عادل. مش أنا اللي قررت. اوعى هالمرة تفكري تتدخلي بأمومتي وتقرري أنت أيمتى ولادي لازم يعرفوا الحقيقة قبل ما أنا أكون حاضرة. لأنك أنت بتكوني هيك عم تكسري لي قلبي، عم تجرحيني كتير. إذا كان هيدا الشيء مهم بالنسبة لإلك يا كنتي، تفضلي. أكيد مهم لإلي، ست ليلى. أنت ما صرت تقولي لبنتي مجاملة، ولا أنا بقول لك ماما هيك لسيرك. لهيك عصبي قد ما بدك، وزعلي قد ما بدك، بس ما فيك توقفي تقولي لي إياها هالكلمة. إذا إجا نهار وصرت تحسين إن بنتك ما فيك تتراجعي، ما فيك هيك تظهريني من حياتك بسهولة. أنا بدي أكون حدك. خلينا نتشارك هيدي القصة مع بعض. بليز. اتفقنا ماما.